نحن قد أصدرنا بيان مشترك مع الولايات المتحدة وقطر باعتبار الدول الثلاثة راعية للمفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار ودخول المساعدات ومنع نزوح الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية من خلال النزوح. الطرح الحالي طرح جدير بأن يتم قبوله لما يؤدي إليه من وقف إطلاق النار ووقف الأضرار المستمرة والقتل المستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وبه من العناصر التي تؤدي إلى أن يكون هذا الوقف إطلاق نار كامل وعودة الرهائن ودخول المساعدات بالكميات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني. ونحفز الطرفين إسرائيل وحماس بقبول هذه الخطة والتصريحات المبدئية لحماس بأنها تلقت الخطة بشكل إيجابي، وننتظر الآن الرد من قبل إسرائيل ونستمر في التواصل والتنسيق مع الشركاء سواء كان الولايات المتحدة أو قطر أو شركائنا الأوروبيين وغيرهم للقيام بالدور لتحفيز الطرفين على قبول هذه الخطة. بالتأكيد أنه استمرار الحرب أصبح أمر مرفوض للأثار البالغة الخطورة، 37,000 فلسطيني قتلوا، تلتينهم من النساء والأطفال، تقريبا 100,000 أصيبوا، 70% أو 65% من البنايات في غزة أصبحت مدمرة، غزة أصبحت غير قابلة للحياة، بالإضافة إلى عدم دخول الكمية من المساعدات اللازمة لمواجهة احتياجات الحياة ومواجهة الحالة الصحية للشعب الفلسطيني في غزة. سوف نستمر في جهودنا ونتطلع أن يكون هناك تفاعل فيما بين الطرفين للخراط في تنفيذ هذه الخطة بكافة عناصرها. فيما يتعلق بالتواجد العسكري الإسرائيلي في غزة، فبالتأكيد أنه ليس مرفوض من قبل مصر فقط، ولكن من قبل الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي. اتصال هذا التواجد بمعبر رفح، هناك موقف وسياسة مصرية واضحة برفض التواجد الإسرائيلي على معبر رفح. معبر رفح هو الاتصال الوحيد فيما بين الفلسطينيين والخارج، بقية المعابر الإسرائيلية مغلقة أمام الفلسطينيين، وحركة الفلسطينيين لاحتياجهم للعلاج للتعليم دائما تقليديا كانت من خلال مصر، ويصعب أن يستمر المعبر في العمل دون وجود إدارة فلسطينية للمعبر على الجانب الفلسطيني. ومن الطبيعي أن يكون هذا مكون في أي حل يتم للأوضاع الحالية. فيما يتعلق بالاتفاق المصري الإسرائيلي، معاهدة السلام، فمعاهدة السلام مستقرة على مدى 4 عقود، لديها من الآليات لمواجهة أي خروقات أو مخالفات لبنودها، لكن تظل قاعدة راسخة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى الكافة مراعاة واتخاذ الإجراءات بشكل فيه مسؤولية للحفاظ على هذه المعاهدة الهامة. تأكيد أنه هذه المعاهدة يجب احترامها واحترام بنودها، ومصر دائما تعزز من أثرها الإيجابية.